الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بعدد خلقك، بعزة عرشك، برضا نفسك، بنور وجهك، بمبلغ علمك، بغاية قدرتك، ببسط رأفتك، بحق حقيقة شكرك، بمنتهى رحمتك، بإدراك مشيتك، بكل صفاتك، بتمام وصفك، بنهاية أسمائك، بمكنون سرك، بجميل سترك، بجزيل فضلك، بكمال منك، بفيض جودك، بشديد غضبك، بسابق رحمتك، بأعداد كلماتك، بتفريد فردانيتك، بتوحيد وحدانيتك، ببقاء بقائك، بعزة ربوبيتك، بعظمة كبريائك، بجاهك، بجلالك، بكمالك، بأفعالك، بإنعامك، بسيادتك، بملكوتيتك، بجباريتك، بمنانيتك، بعطفك، بلطفك، ببرك، وبإحسانك، بحقك، وبحق حقك، أن تجعل لنا فرجا ومخرجا وشفاء من الهموم والغموم والوباء والبلاء وجميع الآفات والآحات في الدنيا والآخرة، وبحقك يا عين صاد، وبحق طه وياسين وصاد، وبحق حميم عين سين قاف، وبحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. بحرمة سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.